من مجده المؤصل يا ربي أعين بمن هدي شفيعي بمن تقلى فديا أبي بها مؤمنا اعلم بمحراب الوجود اعلم به عين الشهود اعلم بذلك الودود ونازل منزل يا ربي أعين بمن هدي شفيعي بمن تقلى فديا بها المعمل اعلم به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في الناس خير مكمل يا ربيع بمرعتي شفيعي بالمنطق المديع بها المعمل اعلم به من ماجد ممجد وحامد محمد وواجد وموجد مخول يا ربيع بمرعتي شفيعي بالمنطق المديع بها المعمل به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عاند للحق مهما ينجلي يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق المدينة بها المعملي اهلا به اسجانا منا بدفع ما لنا من معضل قد سانا بل كل شيء مشكل يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق الابدي ارقل بها المعملي يا ربنا صل على نور الاله المعتلى من خصه الحق على بالمحكم المنزل يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق الابدي ارقل بها المعملي لم يدره وصور من نوره وصور مدح له من العلي هل يعتبر ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق بديها او كرمها وامري صلي على من سجدت لنوره اذا بصرت املاك ربي احكمت اياته في الازل هل يعتبر ربيعي بمنطق الابديه اكل بها المعمل صل على الاثنين رمزة كل اثنين وسره اثنين وذاك سر ازلي يا ربيعي بمنعتي شفيعي بمنطق الابديه اكل بها المعمل صل على البشير حين اتى النذير بقدره الكبير وتعطي لي مؤملي يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق كبيرها مؤملي صل على محمود محمد ذي الجود ومنبع الشهود وعين سر ينجلي يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديع بها مؤملي صل على من عظم مولده حقا حرم مس جحيم مضطر بفضل رب مجزي يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق بديعي ابغي بها مؤملي صلي على من حضر مولده حين ذكر يكون مثل من صبر بيوم بدر المرسلين هل يا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق الابدي مؤملي وكل من جاد بالشيء لمولد المختار اي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي لم يطار بيا بمنحتي شفيعي بالمنطق الابدي أبغي بها المعمل يا ربنا فاغفر لنا ولتعف عنا وكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل لم يطار بيا بمنحتي
شفيعي لمن تقيا بديعي أقينا وعمري وتهدنا واهد بنا ونجنا ورقنا ونسلنا وأهلنا وصحبنا ومن ولي بمرعتي شفيعي بالمنطق بديعي أقيم يا معمري وتكفي عنا الكلفة وللغنى والتحفة ونيرنا الصحفة يوم اشتداد الوجلي قد عطى ربيعي بمرعتي شفيعي بالمنطق بديعي أقيم يا معمري وارزق لنا العلوم وتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه خير المرسلين يا ربيعي بمنحك شفيعي بمنطق بديها تقلها محمد وصلي يا ربنا على الرسول حبنا وصحبه ومن دنا وكل قاهر امثلي يعني واكشف لبرهام الحجاب ومجه من العقاب وما له من الصحاب بالكامل المكمل يا ربي لمن اتي شفيعي بالمنطق بديعي القيد المعملي واكشف لبرهام الحجاب ونجه من العقاب وما له من الصحاب بالكامل المكمل يا ربي لمن اتي شفيعي بالمنطق البديعي ابغي بها المعمر بجاههم يا اله اغفر لمظنها واسمح لقائها وللذي حضر امين يا رب وعمهم بخفي اللطف واكتم نوائب الدهر مع اصحابه الكرام امين يا رب اجب دعاءهم واجل بالذي طلبوه بجاه اصحاب احمد اصحابه الخيار امين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق وقادم لما سبقنا صلاق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وصلى الله وسلم على صاحب الظواهر والبواطن مولانا محمد بن عبد الله وعن خليفته مولانا أبا العباس أحمد التجاني وعن وارث سرهما وجهرهما بلا شقاق ولا نزاع أبا إسحاق مولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام تاج العارفين وممدهم وأس لهم سيدي ومولاي الحاج إبراهيم الناس رضي الله عنه ومولانا الحاج عبد الله رضي الله عنه أهمة برهم الناس احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد مكدار يبني الذي يدل الزيار دي وخرتنا وخجي دوخي برزانتكن دوخي هد نيوكن وخيت وقتان واي يالا داف نيو دوغال شي نون نيو ام جوتاي بو ري ماغ لول خامي كو شي باراب بو ري ماغ لول نيو ري ماغ لول تيوي رواتي نا نيو خامني اي ديرا سي مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم اسلام رضي الله عنه ليغا خامني بامي هبال دوام بي ني جانغي سي ليتار با سي بير بو ديمي واخنا لين طلبتكم في الغيب وانتم اولياء الله من مالين كوماندي سي الله مالين اودا تا فكنا بوبا ييب اي ولي يالا غا يالا سي دوغالام فكنا جامانا جوجا ني توك لو خامل اي دراتام لا نيوغي تا موم باسكو موم
la ko serigne ba daan wax rek wala lam daan wax mom ci bopam wa hadha la yakhruju illa min majdi jasadina wa la yafhamuhu illa jasadu majdina ay jeegalu nak tay mom dama soj lol na du ngeen xamé baat mashallah ci gattal rek motax ñu arrêté jotay ndax serigne bi dafa né dafa bëgg dégg mo mawlid bala dem donte mënuñ ko baat bi neexut and ak ñu soj lol ndigalu serigne jëfé la tuddu lolo tax ko koy waxtu wu nek nga ne sa sangala way biri fay jutu ndax sunu mam maulana cheikh ahmed boukar mo ñu waxon ne fi ku sante ya sangi dox ci kaw suuf yeen seen buum ak serigne ci seen loxo yala ne su ngeen noppé gis ku sante ñang ñess nak teeleen seen buum serigne yeen teeleen ko seen kérok ba mi miras imam alhaji abdallah ba mi miras mam ahmed boukar radiyallahu anhu dafa ne ara signi ñu ne ñu ngi ni mu ne yeen tassir maram tammi moy seen seen ana do me xamul bukhari ak njabotam ñu ne ñu ngi ni mu ne man may seen seen kon lool mom leer na nay kon du musa dañ ta du musa dañ ta du musa dañ il lan fek suñuy sang ngeen seeni jam lañ bu nga ngi ni ci dox gi teelem ci loxo bu len nexe jaay bu len nexe may lu ne la ko dogal ñu mu ci dara ala ay hal muy suma xarit lool Cheikh Hassan Nias ibn Mawlaya Cheikh Haji Barham ibn Cheikh Serigne Mbay waye wo warithuhu thaqafatan za alim kazal akhlaq wal fikr as salim ma wax lu mon mané Haji Barham dafa don lu bayam ci xam xam ci thaqafatu me ci fi lepp diko fi bayam di baye daf ko mi ngi non réussir rek wala dé Serigne Mbaye dou koy baye fi keur ma ci ben réussir wala dé la koy baye ku ne xam na lo lim fi def tay ñepp mën nañ ko konté on suma né wa warithuhu thaqafatan za alim kazal akhlaq wal fikr as salim mën nañ mako nango Cheikh Hadji Hassan ñu lay ndokel sa téway fi ci daru ñëngé da la wax né bi bu yagg jaxaso ak say mam lañ te du musa dañ radiyallahu anhu baye kërok bi mi ubbi ci juma yi tay ba ñëngé bam exceptim juma yi ne mam cheikhou soto a yow dafa melni seigne fall cheikh abdourahmane fall daf la beral loxoti ali dugg ci juma ji ba pare ne ko ala sun baye ahmadou boukar fu nekati sax and ak mam cheikhou bassa barba mu taxaw binni jeul dok di dur ko ci xabru mam alhadi mam ahmadou boukar bi ne lepp mi fi de fenen xamut lepp mi fi fenen xamut mom cheikh ibrahim nias ba pare ne mam cheikhoul fi de li fi ne lepp mako fe fek defuma fi dara mam cheikhou ne ko xam seen di def nga fi dara de wallahi def na fa dara radiyallahu anhu cheikh hasan mu ngi and ak rakam so wa kharit cheikh usman jay nias ibn mawlaya cheikh barham mom tam di ko xam ne ku sonu ci serigne bi la ko gis rek gis ko ci wetam te kat ñi raw ñep ci liggeel li ko bax lañu rawé bishrul hafi cham ca baghdad mu ne dafa gënt yon ci yalla muhammad be ko sallallahu alayhi wasallam ya bishr atadri bima rafa'aka allah min bayni aqralik man tax yow xam nga lo rawé sax mas mu ne ko dede ya rasulullah man de ko mako mu ne ko bi khidmatika lis salihin yow da ngay liggeel gañu bax wa nasihatika li ikhwanik sam bokk yi da ngay len di laye bir dañ ñi ci lool lañ ci Ousmane lay wax ni ñew nga sa kër ñew nga sa barab ñew nga sa barab bi baye ñew nga say barab bi mam radhiyallahu ta'ala alayhi da bay gattal lool ndax dafa melni gaay ñi ngi deglu baye du tey ak ñi ko wër ba tay degg bu jé dañu bëgg mul ko ak malako tapalanto tara tara taqan fa fataqnahuma ngeen takale len ba pare takale wat len ñun ñu dugg ci digënté bi li jënté do ci sama da bu guñu bëll sété ñu fi da muñ dem dañuy conférence rek ay daqiqa yu ndaw insha Allah subhanahu wa ta'ala waye nak may wax ni ñeexuma ki nga xamne fekke yow tambali bi fekke mu jéxal a lool mo ma koy wax légui ndax dafa am barab yo xamne xolof mu la fay ñuula fa ne serigne mola cheikh oustaz ibrahim mahmoud diop qaddasallahu ruhuhu wa nafa'ana bi barakat mo ran wax mu ne mom limi wax moy barab la fay wex mo fa nek de nga man nak ma nga wax ne barab bi li fi wex mo fi nek ta baye mu ne ko outé xatoram di nakoy ci kon na cheikh hasan
mbirim ngi ñew di lek tarhib dina taqdir ila wax de mbir yalla bo lew ñu tass leen ñu tass amu sax ben ci ndax talib amu digal ci kanam serignam al microphone bayna yadaykum ñu ngi jéggelu bu baax ci kati kaddu seen kanam assalamu alaykum wa rahmatullah.